رقم احمد بصري الحمد لله، شكرا يا رب. احنا في وقت صور الفيديو ده وصلنا 1800 اخ واخت. احب اشكر كل واحد عمل لايك واشترك في القناه وكتب لي كومنت كويس. احنا دلوقتي عملنا حساب على تيك توك، هنحط عليه الحاجات المختلفه والسريعه، فريت تتابعنا على حساباتي انستجرام فيسبوك وتيك توك، واللي هسيبها لكم في صندوق الوصف. ده يعتبر اكبر فتح صندوق في القناه هنا، فهنبدا باكبر صندوق معانا بسم الله. طبعا في منتجات بقى صاحب الفيديو متعوب عليه جامد جدا، فتجيب اي حاجه بتستمتع بيها، قهوه او نسكافيه بقى، وعيش مع الفيديو. سيبكم دلوقتي تستمتعوا بالفيديو. احنا كنا شفناها قبل كده في منتجات، لا فبسم الله كده نشوف المنتجات مع بعض. طبعا اول حاجه الموبايل هونر 9 اكس. الموبايل ده فعلا كان ممتاز جدا في وقت نزول الموبايل ده 128 6 جيجا رام، كارل 710، في اندرويد كان 9 وتحدث لاندرويد 10. في الموبايل اللي معانا التاني الاوبو اي 15، موبايل فيها اقتصادية بس فعلا ممتاز جدا، 2 جيجا رام 32، دي النسخة اللي كانت معانا. وطبعا الساعة البديلة للابل، ساعة ممتازة جدا كانت حوالي سعرها تقريبا 500 جنيه او 700 جنيه حاجة زي كده، اسمها الام 33، فعلا ساعة كويسة جدا جدا. ده طبعا هاي كده تحفظ طبعا ايه المية اذا كان حاجة سخنة او ساعة، بس لو تقدر برضه تحطه معاك في الجيم شكله فعلا كويس جدا، ولونه اسود حاجة فعلا فوق الممتاز. في بعديها يجي معانا سماعات جيرون T03S، فعلا افضل بديل للسماعات الابل، حاجة فعلا فوق ممتاز، سعرها تقريبا دلوقتي حوالي 500 جنيه، فعلا الساعة ممتازة جدا، سماعة قصدي ممتازة جدا. طبعا ده كيبل تايب سي، احسن كيبل يو اس بي ممكن تجيبه في حياتك. في طبعا معانا ترايبود ال31 20A، ده فعلا من اوحش الترايبود اللي ممكن تلاقيها. في طبعا ده البكالين الاسود بتاعه، في الموديل التاني برضو ال31 10، برضو ده من اوحش ترايبود اللي ممكن تشتريها في حياتك. نحط حاجة دي كده على ده، ونيجي للصندوق اللي معانا التاني. بسم الله، يارب تتابعوني زي ما قلتلكم على الحسابات، عشان لو في أي حاجة جديدة مش عارف انزلها على اليوتيوب تبقوا انتوا شفتوها على أي حساب ليا. بسم الله، دي طبعا أرخص مكنة حلاقة موجودة في السوق، دي الكيمي 600، فعلا مكنة فعلا رخيصة جدا، مكانتها ممتازة جدا وسعرها قليل، سعرها حوالي 300 جنيه وحاليا بتتباع 250 260 حاجة زي كده. في بيباعها أعلى من كده بس هي سعرها مثلا في رينج 300 جنيه. تديك استخدام ساعتين وتديك شحن ساعتين، تشحنها ساعتين وتديك استخدام ساعتين. المدخل بتاعها أو الشحن بتاعها ميكرو اس بي، ففعلا من المكنات الحلاقة رخيصة وممتازة فعلا. كنت قبل كده عملت مراجعة للكيمي، الأقل منها كانت بحوالي 150 جنيه أو 160 جنيه. دي طبعا في أوفر كانت عندنا قبل كده وعملناها مراجعة، بس حبيت إن أنا أضيفها في الفيديو دوت. بسم الله، دي طبعا في أوفر لونها كده، لونها أسود، شكلها فعلا ممتاز جدا، بس مشكلتها الشاشات الحشاء أو الموبايلات هي لازم تكون الموبايل بتاعك الشاشة بتاعته صغيرة، يعني الموبايل مثلا لو 6 أو 6.5 حاجة زي كده، فمش بيبقى كويس، مش بيركب أصلا، أو بيركب ولازم تشيل حاجة كده من جواه، لازم تشيل دي. أنا شلتها كان في قطع هنا وأنا شلتها بحيث إن الشاشة بتاعت الهونر 9 إكس تركب عليه، وبرضه يعني ريبت بس مكانتش قد كده، أنا كان برضه موبايل. وآخر بوكس معانا من نوع، بسم الله، أول حاجة ترابط، ترابط صغير جدا تثبت عليه، تحط مثلا في حاجة زي مثلا زي نفس الخامة بتاعت الترابيزة دي أو سطح إزاز، وبتثبت على ظهر الموبايل بتاعك.
ففعلا صغير جدا وبينجز معاك كتير. وانت عايز تاخد صورة فيه بحوالي مثلا اكتر من 20 صورة، دي خدتها ب 13، كتبت على سطح الازاز دي خدت بيه الصور، ففعلا ممتاز جدا وسعر تقريبا حوالي 30 جنيه و40 جنيه، ففعلا فوق ممتاز. دي كده على بقى دي السماعة اللي معانا، السماعة غير كارتر من اسوأ السماعات اللي ممكن تشتريها في حياتك، سعرها حوالي 100 جنيه دلوقتي او اقل 90 100 حاجة زي كده، فعلا من اسوأ السماعات اللي ممكن تجيبها. انت لو معاك سماعة سلك 30 40 جنيه فتبقى احسن من السماعة دي بكتير، متعوش تقريبا ساعة على بعض شحن. فلو انت عايز تجيب فهتجيب الجيروم تي 3 اس تقريبا عامل 500 جنيه في وقت تصوير الفيديو ده اقل. واخر حاجة معانا مايك البوير ام 1، من احسن وانضف سماعات المايكات اللي ممكن تشتريها، مش عارف بتلخبط كده كتير، المايكات ممكن تشتريها. المايك ده كفات عامل 250 جنيه، دلوقتي تقريبا عامل 160 جنيه 150 جنيه. مايك سلك بتاعه طويل جدا، ده المايك اللي انا بسجل بيه حاليا، صوته كويس ومع شوية تعديلات كده في الصوت هيديك فعلا اداء فوق المتعب. ده كان كده بس فتح الصندوق واستعرض المنتجات، استعرضنا مجموعة من المنتجات، ورب يكون الفيديو عجبكم. ياريت تتابعونا على حساباتي على السوشيال ميديا، كل هسيبها لكم في صندوق الوصف. انتظروا فيديو جديد والسلام.